لم يكن العرب مجرد رجال يمتطون الخيول ويعيشون في الخيام، فبعض الاكتشافات الحديثة اكتشفها العرب قبل قرون مما أصاب العلماء بذهول، وبأن بعض الحضارات القديمة سبقت المستقبل بكثير وتعدت حدود العقل. فهل تتخيل أنه قبل قرون كان هناك أحدث الاختراعات التي اكتشفناها الآن؟ من البديهي أن البطاريات هي اختراع حديث نسبياً، إلا أن هناك نسخة أكثر بدائية تم اكتشافها في العراق، وعمرها يتراوح بين 1300 و2000 سنة، أي قبل عدة قرون من تصميم البطارية الأولى عام 1800. وتم اكتشاف بطارية بغداد الأثرية عام 1936 قرب قرية خارج العاصمة العراقية بغداد، وتتكون من أنبوب نحاسي وقضيب من الحديد وموضوعة داخل إناء خزفي. وبسبب عدم وجود سجل مكتوب لوظيفة الجرة بالضبط، إذ كانت هناك العديد من الآراء المتضاربة حول طبيعة استخدامها والغرض من صناعتها، واقترح البعض أنها كانت تستخدم في الوخز بالإبر والعلاج الكهربائي، خاصة أنه تم العثور على إبر قرب مكان اكتشافها. وفي عام 1940 لفتت بطارية بغداد أنظار عالم الآثار الألمانية فيلهلم كونيج، ورجح أن تكون خلية لتوليد الكهرباء بغرض طلاء الفضة بالذهب. وفي عام 1970 أجرى عالم ألماني آخر تجربة على نسخة طبق الأصل لجرة بغداد، وملأها بعصير العنب الطازج، وتمكن من توليد 87% فولت، وهي قوة كهربائية كافية لطلاء تمثال من الفضة بالذهب. فرضية أخرى تقترح أنها ربما صنعت خصيصاً لأجل ممارسة طقوس دينية، وأن الكهنة ربما خبأوها داخل التماثيل للترويج للآلهة وإقناع الآخرين بقوتها الخارقة، وذلك من خلال الشعور بالدفء أو الوخز الخفيف الذي يشعرون به أثناء لمسها. كل تلك النظريات لم تحل لغز بطارية بغداد، والتي سرقت من المتحف الوطني العراقي مع آلاف القطع الأثرية الفريدة والمخطوطات النفيسة أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وبرعت بعض الحضارات القديمة في مزج المواد الكيميائية واستخراج بعض الأدوية، لكن النار الإغريقية كانت لها استخدامات أخرى، فقد كانت سلاحاً مدمراً في المعارك وتعتبر أعجوبة في وقتها، وكانت عبارة عن سائل حارق استعمله البيزنطيون في حروبهم البحرية، وكان الهدف منها إشعال النار في سفن العدو منذ 674 ميلادية. وتتكون النار الإغريقية من مركب قابل للاحتراق ينبعث من سلاح خاص يرمي اللهب. واستخدم اليونانيون النار الإغريقية لأول مرة في معركة سيلايوم البحرية، عندما حاول أسطول المسلمين محاصرة القسطنطينية في حملة أرسلها الخليفة معاوية بن أبي سفيان. وبالرغم من أن استخدام النيران في الحروب البحرية كان شائعاً في تلك الفترة، فإن المسلمين لم يتوقعوا ما حدث، حيث كان هذا الحريق غير اعتيادي ولا يمكن إخماده بسهولة سواء بالقماش أو التراب أو الماء. وبعد أن احترق الأسطول بأكمله اشتعلت النيران في البحر نفسه، لكن حتى الآن لم يكشف سر وصفة النار الإغريقية أو مما كانت تصنع، ويتوقع العلماء أنها ربما احتوت الكبريت أو النفط الخام، ولكن الأرجح هو النفط الخام، لأن الكبريت كان يفتقد لتلك القوة التي وصفها المؤرخون عند اشتعال السفن. ولذلك يرجح العلماء أنه النفط الخام، لأنه كان من السهل على البيزنطيين الوصول إلى النفط الخام من الآبار التي تشكلت بشكل طبيعي في مواقع مختلفة تحت سيطرتهم. ويتوقع العلماء أن البيزنطيين أضافوا مكونات أخرى مثل الكبريت ومسحوق المغنيسيوم والفحم والكحول والكافور وغيرها.